أهلا وسهلا بكم متابعين برنامج صفاء الروح. سعيدة جدا لتواصل جروب الواتساب وممتنة ليكم كتير جدا. حقيقي تطبيقكم بوعي وحب أعطاني طاقة عالية جدا وحماس جديد شجعني على تقديم المزيد والمزيد ليكم بحب وامتنان. من أجمل ما يميز فريق المطبقين طاقة الوعي الجمعي اللي بتسرع من ظهور الأهداف بطريقة لا يتصورها العقل البشري، لأن العالم الطاقي بيتحرك بمجرد ما ننوي وينطق اللسان، وبيبدأ العالم الكوانتي في الحركة، وهو العالم اللي بيحوي الذرات الصغيرة والنواة والإلكترونات، وكلها بتتحرك في فضاء. وعشان كده دايما بنقول اول ما تحط الاهداف ابدأ بالسعي في الحركة باللي في ايديك. الروح بتسعد لوجودنا في حالة من التوافق وحالة من الانسجام معها، واي شيء بيبعدنا عن التوافق مع هذه الروح احيانا بيكون حاجز بيننا وبين تجلي نوايانا وعدم شعورنا بالبهجة والسعادة هنا والان. كتير مننا بيظن ان السعادة بتحتاج لمال او تحتاج امور خارجية او اضافات من الخارج علشان تضيف لنا قيمة. قيمنا هي داخلية وتزداد وتتوهج لما نتصل بذاتنا بمصدر الطاقة الاعلى في الكون، وهو الله سبحانه وتعالى. من اكتر الامور اللي بتبعدنا عن ذاتنا الحقيقية والوصول لاهدافنا ومن تعمقنا داخل ذاتنا ومن السعادة، رغم وجود كل المتع المادية الملموسة في العالم المادي واللي بتفضل بلا إشباع حتى نصل إلى مستوى الثراء والصفاء الروحي، وهو أعمق ثراء في الكون. ومن أكثر الأمور اللي بتبعدنا عن هذا الثراء وهذا المستوى الأعمق من القرب من الذات الإلهية هي الأنا المزيفة اللي بتتغذى على الغضب وعدم المسامحة والقلق والتوتر والإحباط والغيظ والغل والحقد، والدخول في مناظرات مع الآخرين سواء كانوا زملاء في العمل أو أصدقاء أو حتى جيران. دايما لما بنعمل حاجة وبنطلق لها نية نسأل نفسنا، هسأل نفسي أنا شايف ربنا في العمل اللي أنا بعمله ده، طب إيه الهدف منه؟ طب أنا عايز أبين وجهة نظري الصحيحة وأثبت لكل الناس إن أنا صح. طب إيه المشكلة لو أنا عملت حاجة وما طلعتش صح والناس انتقدتني؟ أهم شيء دايما نسأل ربنا إنه يساعدنا نتصرف بالإحسان ونترك الزيف، والوصول إلى عدة انتصارات تغذي أهداف قد يكون الغرض منها السخرية أو الاستهزاء أو التشهير وما إلى ذلك من أشياء تبعدنا عن ذاتنا واتصالنا بإلهنا مصدر القوة الحقيقي على الأرض. النهاردة هنتكلم عن الأنا أو الإيجو، ويعني إيه أنا حقيقية ويعني إيه أنا مزيفة. طب إيه هي الأنا؟ الأنا 6 أنواع. أول نوع أنا وما أملك، أنا وسيارتي، أنا ومجوهراتي، أنا وشركتي اللي بتميزني وبتديني القوة الحقيقية، ولو ضاعت مني أنهار وأصبح بلا قيمة. دي قيمة عند بعض الناس. تاني حاجة أنا وما أفعل، يعني أنا طبيب، أنا مهندس، أنا مذيع، لو فقدت العمل هلاقي قيمتي بتهتز، ودي قيمة تانية. تالت حاجة أنا كما يراني الآخرين، يعني أنا صاحب الفضل، أنا الناس بتقول علي أحسن واحد بيعمل كذا، أنا أكبر خبير في كذا، دي قيمة تالتة. قيمة رابعة أنا وجسدي، أنا جسمي مثالي عشان كده أنا أهم من فلان، وكل الأدوار الكويسة هي اللي بتجيلي أو الوظائف، أهميتي كلها وقيمتي في شكل جسمي، جسمي عامل ازاي، انا بنحت في الجيم كل يوم وقيمتي هي الشكل ده، لو فقدته مش هقدر اظهر قدام الناس ولا اواجههم، ازاي يشوفوني وانا جسمي عامل كده، اهي دي قيمة رابعة. القيمة الخامسة انا منفصل، او الصفة الخامسة من الايجو، انا منفصل عن كل ما هو مفقود في حياتي،
يعني كل شيء مش عندي أنا فصلت نفسي عنه من ماديات، سواء في شكلي في ملامحي، كل ما حصلت عليه، كل ما أسعى ليه من أهداف وبعيدة عني أو مش عارفة أوصله أنا فصلت نفسي عنه. لذلك أصبحت لا أجد أنا الحقيقية اللي بتاخدني الاتصال بالمصدر عشان أشوف كل شيء في عالمي المادي والطاقي يتصف بصفات الكمال واللي هي من صفات الله تعالى سبحانه وتعالى. الله من صفاته الكمال، ولم يخلق شيئا إلا وهو يحمل نفس الصفات. ولما ندرك ده هنشوف الكون كله بعين الكمال. ومن لم يدرك هذه الحقيقة فهو منفصل عن الاتصال بالذات الإلهية، ولذلك كل أهدافه هتبعد عنه وعمره ما هيوصل للسعادة لأنه مركز على الانفصال عن كل شيء مفقود. المفهوم السادس والأخير من الأنا المزيفة وهو حياتي منفصلة عن رغباتي. يعني يحيا حياة وهو بيشعر بأنه ما يستحقش مثلا، أو أنه هو بيدي بس، أنا حدي أنا مش مهم، ولذلك دايما بيمنح كل المحيطين اللي حواليه، ولذلك ذبذباته مسجلة عن طريق عقله اللاواعي بأن اللي يسعده هو العطاء. لكن أي طاقة أخذ أو أي خير يقرب منه يبتدي يبعد عنه مسرعا. ليه؟ لأن عقله اللاواعي عايزه دايما في حالة أمان وسعادة، وده هو اللي فهمه منه. عشان كده أعطى إشارات لكل الكون ابعدوا الأخذ عن هذا الشخص عشان يبقى دايما سعيد ومبسوط ومرتاح. هو أعطى إشارات بأني أريد أن أعطي لا أريد أن أخذ. جالي سؤال عبر الجروب من سيدة بتشتكي ابنها بيطلب منها دايما أن هي تديله مبالغ كبيرة من المال بصفة مستمرة، ومهما جاله من فلوس وتحسنت أحواله عمره ما بيفتكرها ولا بيديها ولا بيحس باحتياجاتها ومتطلباتها. سألتها وقلت لها طبيعة تعاملك مع المال ازاي ومع ابنك ازاي، فقالت ان هي كانت دايما بتفضله على متطلباتها الخاصة زي الأدوية والحاجات المهمة، ودايما تقوله انا مش مهم انا مش مهم. فاتسجل عنده انه خلاص هو بياخد طاقة الاخذ. اما هي بالنسبة لها فهي سجلت في اللاواعي بتاعها انه هي مش مهم، وان ما يسعدها هو ان تعطي. ولذلك دايما كل طاقة اخذ بتقرب منها وخاصة من نفس الشخص ده اللي هو ابنها بتبعد عنها عشان تفضل دايما في حالة امان، لان هو ده اللي متسجل في عقلها اللاواعي ان اللي بيسعدها انها ما تاخدش منه وان هي تديله بس. وكمان لما سألتها ان هي كانت دايما الشكوى من ابنها انه دايما ياخد منها وما بيديهاش قدام العيلة، فاصبح مظهر الضعف بتاعها او احتياجها وإحساسها بالظلم بيديها سعادة قدام الباقيين، فهي بتحس بالسعادة لما تشتكي كتير وإن هم يتعاطفوا معها، فأصبح ده مظهر أو حالة اطمئنان بتديها إحساس دائم بالتضحية قدام الآخرين. إحنا من السهل نغير النتائج لو غيرنا الأفكار، بالتأكيد هتتغير النتائج لو تمكننا من قيادة العقل اللاواعي. هنتمكن من الأخذ علشان نستمر في العطاء وعشان نسعد في حياتنا. مهم في الحالة دي ان العقل اللاواعي اللي فهمه هينفذه، اللي هو ايه؟ ان ما يسعد هذه السيدة ان تعطي لا تقدمه لها شيئا. اعطت اشارات للكون كله انها لا تأخذ. لازم تفك البرنامج اللي شغال باله سنين، فاهمين قصدي؟ يعني لازم تحط او تدي اشارات للعقل اللاواعي بانها تستحق وانها تنوي ان تستقبل. اضع نية الاستقبال. سؤال تاني، شخصية هادية وجميلة لكنها قالت لنفسها ان عمرها ما هتتجوز، ولما بدأ الوعي عندها يشتغل بدأت تفهم ان البرمجة من جواها نبع منها، وبرضو فهمتها ان احنا هنبدأ برمجة العقل لفترة زمنية لا تقل عن 40 يوم حتى يستوعب عقلنا اللاواعي البرمجة الصحيحة اللي تناسب الفطرة السليمة اللي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها.
الحل ان احنا نرضى ونصل لدرجة الشكر والامتنان لكل ما هو متجلى لكي نصل الى اللا متجلى. المتجلى ده الشيء الموجود في عالمنا المادي، واللا متجلى الشيء اللي هو موجود في العالم الطاقي بمجرد ما احنا نستشعر وجوده ونستعد لاستقباله وننوي استقباله. لابد ان ندرك ان كل شيء موجود في العالم المادي مع غيرنا من كل اللي حوالينا متاح ومتوفر للجميع، وان مش معانا لاننا قافلين على نفسنا خير ونفع كتير ومش منتبهين ان البرمجة احنا اللي عاملينها، والبرنامج هيفضل شغال لحد ما افهم ازاي احط نوايا صحيحة تخدم اهدافي. هنا احنا في طريقنا للتحرر من الانا المزيفة اللي بتخلينا نغضب ونصور لاسباب تافهة. لما حد يقول لحد انت قصير مثلا، لازم ذهنك يبقى حاضر وترد عليه وتقوله بس انا خفيف بجري بسرعة البرق، شفت واحنا في ماتش الكرة امبارح انا خطفت الكرة وجريت بيها وجبت احلى جون. لو عملنا وقفة هنا شوية، الاول هل هنصنفه ونقول متنمر نرجسي فرحان بنفسه مغرور بيصدر احكام شخصية انتقادية؟ طب التاني هل ينفع نوصفه ونقول اصله متصالح مع نفسه وبس ونسكت؟ لا، احنا مش بنصدر احكام على الناس ولا بنصنفهم كأنماط شخصيات. ليه؟ لان التاني انسان مركز مع اهدافه وعارف قيمه العليا، ولما بيحصل موقف بيضايقنا الفعل وليس الشخص، لان زي ما قلنا الانسان خليفة الله في الارض نفخة من روح الله. وفي سبب خطير كمان له علاقة بعلم الطاقة، وان دي كانت اكبر صدمة ليا بعد دراسة الطاقة، ان كل الامراض المزمنة سببها رفض للاحداث ورفض للتناغم مع تدفق الحياة، وسببها معلومات مغلوطة وانسدادات في العقد او المراكز او الشاكرات نتيجة عدم ممارسة الشعائر الدينية كاملة، لان كل الاديان السماوية ركزت جدا على تنظيف وشحن مراكز الطاقة. ارجع لكتابك وشوف ايه شعائر دينك، هتلاقي حل كل مشكلة عندك. لا تقاوم، خليك مع الفلو، اسبح في الملكوت. كل جزء في الكون بيتحرك، كل ساكن بيتحرك، كل جماد داخله جزيئات بتتحرك، ولكن كل الكائنات عندها هدي إلهي لكي تسبح مع التيار بوعي وحب ولطف وتدفق. وخدوا المعلومة اللي أنا اكتشفتها مع أول يوم في دراسة الطاقة، كل سلوكيات الأشخاص وما نسمي أنماط الشخصيات الغريبة، واللي أحيانا بنشوف بعض الناس عندهم سرعة غضب وإصدار أحكام على الناس، عدم الثقة في النفس، اضطراب الشخصية والإحساس بالخوف، ظهور الوسواس والنسيان، وأمراض كتير جدا علم النفس بيعالجها. سببها انسداد مسارات الطاقة زي مسارات الجهاز العصبي بالظبط. لما حد ينتقدنا في تصرف أو فعل أو شكل أو لبس، ده اللي احنا بنسميه تنمر. هل أنا قيمتي الحقيقية تكمن فين؟ هل في شنطتي البراند الشيك الجميلة، ولا الفيلا، ولا العربية، ولا جمال شعري أو جمال طرحتي، أو أني اتجوزت فلان، أو أني بتمرن في نادي كذا؟ هي دي قيمتي ولا أنا ليا قيمة تانية؟ أنا خليفة الله في الأرض، أحمل صفات الله وأسماءه في كل موقف. ركز على نفسك، أنت فين وعايز تروح فين؟ هنا نبدأ نشوف ونقيم ما نحن عليه الآن. أنا فين وعايز أروح فين؟ مثلا بيصفني شخص بالفقر، هترجع لمصدرك وهو الله. إيه الصفة المتجلية في وصفك بالفقر؟ هل هي متجلية في الله عز وجل؟ لا طبعا. ارجع لكل الكتب السماوية تجد الله هو الغني وأنت نفخة من روح الله. إذا تحمل كل صفات الله والله يتصف بالكمال، إذا أنت غني. إذا كان هذا الإحساس ينبع من داخلك ستظل غني ولو كنت لا تملك جنيه واحد. وإذا كنت بعيدا عن هذا المصدر فلن تغنيك كنوز الدنيا، ولن تشعر بالسعادة الحقيقية والتي خلقت من أجلها، من أجل أن تكون سعيدا مستمتعا بحياتك وفي حالة رضا كامل بما أنت عليه، وتسعى دائما إلى التطوير، ليس من أجل التماثل مع أشخاص، وإنما من أجل أن تكون عبدا ربانيا يسعى ليكون خليفة حقيقي.
ارجع إلى مصدرك وابحث عن الاسم أو الصفة. إذا كان من أمامك يقيمك يحقر من شأنك في مقال كتبته، فأنت متصل بالعليم، أنت متصل بالحكيم. حضرت مناقشة، ما هي توقعاتك؟ هل هي معركة مكسب وخسارة أم اتصال بالمصدر؟ من اتصل بالمصدر توهج، ومن اتصل بالأنا المزيفة انطفأ وسينطفئ لأنه زائف. السؤال: كيف نتحرر من الأنا المزيفة ونحقق النجاح الحقيقي؟ النجاح الحقيقي اللي بيحقق القيم العليا واللي هي الأساس والجوهر اللي ربنا خلقنا من أجله. أول حاجة الانضباط، انك تصل للانضباط الجسدي، انك تكتسب عادات جديدة كل شهر، تدخل في تحدي مستمر، تركز بصفة دورية على صقل تلك العادات. من أهم هذه العادات الاستيقاظ المبكر. عايز تتعلم تصحى بدري من نفسك من غير ما يكون وراك بصمة في الشركة والتأخير له تمن، من غير ما يكون عندك ميعاد محاضرات أو جرس المدرسة. نام بدري ربع ساعة، وكل أسبوع قلل ربع ساعة تانية، هتلاقي الساعة البيولوجية اللي جواك بتصحيك. ادخل في تحدي مع مجموعة من زمايلك أو شوف زمايل جدد مع الوعي الجديد، واتفقوا اصحوا بدري مع بعض، هتحسوا بطاقة رهيبة مع تجربة طاقة الوعي الجمعي. خلي أول يومك شوية جري في المكان، حركة، تنطيط، مشي، زومبا، افتح الشباك، خد هواء جديد واستمتع. انت كده عملت أحلى ستارت اليوم بتاعك. سألني أحد المتدربين مرة وقال لي أنا نفسي أعرف إزاي حضرتك بتيجي الصبح فايقة بالشكل ده. رديت عليه قلت له أنت الصبح أول ما بتصحى بتعمل إيه؟ قال لي بغسل وشي وألبس هدومي وأنزل أروح الشغل. قلت له طيب أنا بصحى قبل ميعاد نزولي بثلاث ساعات، رياضة، شاور ساقع، مية، فترة أجهز نفسي لليوم بتاعي، أجهز التشيك ليست بتاعتي وأنطلق وأنا مبتسمة وسعيدة وفرحانة لأني هوصل شغلي بدري قبل أي حد. هفتح مكتبي واعمل قهوتي، وبعدين هقرا صفحتين في القرآن، واحفظ خمس كلمات فريز ذا وورد من الانجليش، وارجع كل اللي عملته امبارح، واحط خطة الاسبوع والشهر الجاي وخطة الترم الدراسي اللي جاي، لان كنت بشتغل في احدى الجامعات، يعني ذهني حاضر متيقظ. الحاجة التانية هنقرا، نبدأ القراءة في الاول الكتب الصغيرة الممتعة، المقالات البسيطة. يعني مثلا انا ومجموعة من الشباب عملنا كتاب صغير، هو عبارة عن مجموعة خواطر، كل واحد فينا كتب خاطرة حوالي من 500 ل 600 كلمة. الكتاب اسمه لنلتقي، والفريق بتاعنا اسمه نوفيلا. العمل جماعي رائع، من اكتر المؤسسات اللي اشتغلت بتيم وورك على مستوى العالم، هي اللي في منحنى صعود دائم لانها بتخدم وبتقدم قيمة. والقيادة في أن تقود روحك وتؤهلها للتركيز على أهدافك في وسط المجموعة، وليس من سيقود ومن أول اسم في الفريق. الحاجة الثالثة اتعلم فن القيادة. الحاجة الرابعة المشاركة في الأعمال التطوعية، قدم نفع مجاني لعدد من الناس. الحاجة الخامسة التواصل الروحي مع الأسرة بصفة دورية. الحاجة السادسة التواصل مع الأصدقاء. الحاجة السابعة الخدمة المجتمعية. الحاجة التامنة اتعلم مهارات جديدة. الحاجة التاسعة اتعلم الحكمة اللي هي أساس التركيز والصبر. الحاجة العاشرة أن تحب ما تعمل وتعمل ما تحب. وآخر حاجة الاستسلام الكامل لله، بأن تكف جسدك وعقلك عن إدارة الدفة وتسلم أمرك لله. هو مصدر القوة في الكون، قوة غير قابلة للقياس. كل شيء في الكون مرتبط بالله، وبما أن الوصول إلى الله والتواصل معه هو العثور على الذات، فإن الرحلة الروحانية تعني تخلص الشخص من جهله بذاته وحياته، ونموه التدريجي لهذا الفهم الذي يبدأ في إحداث يقظة روحية والوصول إلى ذاتك الحقيقية. وفي هذه اللحظات سوف تسعى كنوز الأرض لكي تصل إليك. ممتنة لمتابعتكم، وأنوي لي ولكم المزيد والمزيد من الانسجام والتناغم التام مع روحكم بحب ولطف وسهولة ويسر، ودمتم في أمان وسلام، وإلى اللقاء. مع السلامة.